السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء. من بعد المارينا احنا دخلنا هنايا للودية، كما كتشوف الودية من الفوق راه كاين فيها البراج ديال البوليس. من هذا المنبر تحية للشرطة ديال الودية، وديروا فيها البلايك ديال ممنوع الدخول، وراه خاصة فيها كيدخلوا فيها فقط الناس اللي ساكنين في الودية مع الحجر الصحي، حبسوها كامل. الودية كما كتشاهدوا كاين عندها واحد الباب الكبير اللي هو هذاك هو كنشوفوه، وعندها واحد الباب في الجنب، هذاك الباب حفروا المستعمر باش كيدخلوا السيارات ديالهم، اما الاصلي ديالها هو هذا. وعندهم واحد الباب هنا من الفوق، هالشرج من الباب من الفوق من هنايا راه مسدود، هذاك سبب سميتو الباب المعلق، فاش الوقت اللي كيسدوا البيبان الاخر واحد اللي جا كيهبطوا ليه السلال تيدخل من هذاك الباب المعلق. شوف سبحان الله العظيم. وهذا هنايا كاين الدخله ديال المنتزه، وهذا هو القصر ديال الامير، كتدخل من تما كاينه وكتدخل اللور. اللور دابا نجي نصوروا لكم. وكاين من هنايا القصبه ديال الودية، كتعتبر من بين المآتير العسكريه، حيت في مدينه الرباط كاينه العسكريه داخله فيها هذه الودية، وكاينه المدنيه داخله فيها مدينه الرباط القديمه، وكاين الاسلاميه هي شاله، هذيك الشاله كانوا فيها باقين فيها المساجد، وكان فيها حتى هي مدينه ديال هذا باش نصور لكم شاله من الداخل ان شاء الله، غير يتطلق هذا الشيء مزيان. هنا بالمعلمه العسكريه على حسب المعلومات التاريخيه اللي قراونا واللي باقا عندي في الدماغ ديالي، لا باقي عقل عليها، هما المدافع راه باقيين هنايا، باقيين ابراج حاصلين على المدافع. فوالا هذا برج من الابراج، هما المدافع باقيين خارجين. القصبه ديال الودية تبنات في واحد الحقبه في عهد المرابطين، تبنات في عهد المرابطين، بناو من المرابطين، ومن بعد المرابطين جاو الموحدين، ومن بعد الموحدين سكنوا فيها الموريسكيين، جاو لها الموريسكيين كان وصلحوها وقدوها وسكنوا فيها. والموريسكيين كانوا خطيرين، مع كانوا جراو عليهم الاندلس جاو لهنايا. شنو داروا هنا؟ جاو وسكنوا ولاو واتحدوا مع 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 السلاويين، ولاو قراصنه بصحيح الوالدين. قراصنه اللي شدوه اي سفينه هابطه منا كيقرنصوها. هنايا كما كتشاهدوا لتحت من هاد البلاصه تبنى النفق، هاد البلاصه راه كاين تحت منه النفق، كيدخل النفق من الودية، من الداخل ديال الودية، من البدايه ديال الكورنيش، وكتدخل في النفق باش تخرج لابارتي. اذا هذه هي القصبه ديال الودية، هذه الحكايه ديالها. مازال غادي نصور لكم، هي ممنوع باش تدخل، نصور لكم الدخله ديالها من الداخل، نصور لكم كل شيء في هذه الودية. يلا اخواني اخواتي اصدقاء الاعزاء، ما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اكتبوا لي التعليق شنو بغيتوا، اكتبوا لي اي حاجه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.